بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 180. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع الجنايات وأحكامها، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن القتل شبه العمد والقتل الخطأ، حيث سبق الحديث عن القتل العمد. فشبه العمد قد عرفه الفقهاء رحمهم الله بقولهم: هو أن يقصد جناية لا تقتل غالبا فيموت بها المجني عليه، سواء كان ذلك بقصد العدوان عليه أو لأجل تأديبه فيسرف في ذلك. وسمي هذا النوع من الجنايات شبه العمد لأن الجاني قصد الفعل وأخطأ في القتل. قال ابن رشد رحمه الله: من قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل غالبا كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ. فشبهه للعمد من جهة قصد ضربه، وشبهه للخطأ من جهة ضربه بما لا يقصد به القتل، انتهى. ومن أمثلة شبه العمد ما لو ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغير، أو لكزه بيده، أو لكمه في غير مقتل فمات. وشبه العمد تجب به الكفارة في مال الجاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين كما يجب ذلك في الخطأ. وتجب به الدية مغلظة في مال عاقلة الجاني. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه، أي على عاقلة القاتلة. فدل هذا الحديث على عدم وجوب القصاص في شبه العمد، وعلى أن ديته تكون على عاقلة الجاني، لأنه قتل لا يوجب قصاصا، فكانت ديته على العاقلة كالخطأ. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة. وقال الموفق وغيره: لا نعلم خلافا أنها على العاقلة، انتهى. وأما قتل الخطأ فقد عرفه الفقهاء بقولهم: هو أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا معصوما لم يقصده فيقتله، أو يقتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا. وكذلك عمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ، لأنهما ليس لهما قصد، فهما كالمكلف المخطئ. ويجري مجرى الخطأ أيضا القتل بالتسبب، كما لو حفر بئرا أو حفرة في طريق، أو أوقف فيه سيارة فتلف بسبب ذلك إنسان. ويجب بالقتل الخطأ الكفارة في مال القاتل، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يقدر على ثمنها صام شهرين متتابعين. وتجب الدية على عاقلته، وهم ذكور عصباته، إلا من قتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا فإنه لا يجب فيه إلا الكفارة، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فجعل قتل الخطأ على قسمين: قسم تجب فيه الكفارة على القاتل والدية على عاقلته، وهو قتل المؤمن خطأ في غير صف الكفار. وفيما إذا كان القتيل من قوم بيننا وبينهم عهد،
وقسم تجب فيه الدية فقط وهو قتل المؤمن بين الكفار يظنه القاتل كافرا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي فإن كان المقتول من قوم عدو لكم وهم الكفار الحربيون، وهذه مسألة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم ثم أسلم ولم يهاجر، وهم يظنون أنه لم يسلم وأنه باق على دين قومه، فلا دية على قاتله بل عليه تحرير رقبة مؤمنة. واختلفوا في وجه سقوط الدية، فقيل وجهه أن أولياء القتيل كفار لا حق لهم في الدية، وقيل وجهه أن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة. يقول الله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. وقال بعض أهل العلم: إن ديته واجبة لبيت المال، انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير، والمسلم الذي لا تمكنه الهجرة والخروج من صفهم، فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال، لأنه عرض نفسه للتلف بلا عذر. والدليل على وجوب دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنتها وأن العقل على عصبتها. متفق عليه. فدل الحديث على أن دية الخطأ على العاقلة، وقد أجمع العلماء على ذلك. والحكمة في ذلك والله أعلم أن إيجاب الدية في مال المخطي فيه ضرر عظيم من غير ذنب تعمده، والخطأ يكثر وقوعه، ففي تحميله ضمان خطئه إجحاف بماله، ولا بد من إيجاب بدل للمقتول لأنه نفس محترمة، وفي إهدار دمه إضرار بورثته لا سيما عائلته. الشارع الحكيم أوجب على من عليهم موالاة القاتل ونصرته أن يعينوه على ذلك، وذلك كإيجاب النفقات وفكاك الأسير، ولأن العاقلة يرثون المقتول عنه لو مات في الجملة، فهم يتحملون عنه جنايته من قبيل الغنم بالغرم. وحمل القاتل الكفارة لأمور: أولاً احترام النفس الذاهبة، ثانياً لكون القتل لا يخلو من تفريط، ثالثاً لئلا يخلو القاتل عن تحمل شيء حيث لم يحمل من الدية. فكان في جعل الدية على العاقلة والكفارة على القاتل عدة حكم ومصالح. فسبحان الحكيم العليم الذي شرع للناس ما يصلحهم وينفعهم في دينهم ودنياهم، ولا يدخل في العاقلة الرقيق والفقير والصغير والمجنون والأنثى والمخالف لدين الجاني، لأن هؤلاء ليسوا من أهل النصرة والمواساة. وتؤجل دية الخطأ على العاقلة 3 سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يستطيع، ويبدأ بالأقرب فالأقرب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تؤجل الدية على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، انتهى. أيها المستمعون الكرام، بهذا القدر انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.